أنا صاعد هنا 6 سنوات من 2000 يعني 15-12-2014 يعني. احنا طبينا هذا المخيم مال تازدي هنا أبو. ايه يعني كملنا 6 سنين وتقريبا شهر هيجي داعش من دخل المناطق مالتنا دخلها بالتخريب وقسم عليك تطلع يعني، لان يعني القطعة كلها الطرق عندنا والسبل عندنا من ناحية انه الغذائية وغيرها وغيرها وقتل الناس وارهاب الناس، فقسم علينا احنا طلعنا من الديرة والمنطقة. منطقتنا رجعت قسم من الديرة رجعت، صار تقريبا 2 سنين بس احنا ما عدنا بيوت كلهم مهدمة وما اسمه ورواتب ما عدنا، يعني من اروح هسه وين اقعد ابو؟ ما عندي بيت، ماكو شيء اللي يعني تسكن بيه او والله احنا بدنا نرجع من الصبح، بدنا نرجع من الصبح. أنا ما عنده راتب، ما عنده هناك ما يقدر يعيش ابوه. عيشه صعبه ابو. واحنا منطقه فلاحيه وزراعيه مو يعني عايشين على الله ثم الزراعه يعني هناك. تدري هسه حتى جوز الطماطم هناك ربعنا دا يبيعونه ب1000 دينار و2000 دينار. شو اول عنده عاله، هسه انا عندي تقريبا 30 نفس، شلون اعيش يعني؟ والله استاذ يعني احنا من طلعنا من هناك احنا جينا للاقليم اكو دعم بدايه الامر يعني اول 5 سنين 4 سنين من باب المنظمات من باب المساعدات من باب كذا دعم قوي كان لنا، بس بالاخص هاي بال 2000 نهايه 2019 2020 شويه ضعف الدعم للنازحين، ضعف صار ضعيف هسه. ثانيا جت هاي شغله المرض مال كورونا سبب يعني مدارس انسدت، ماكو فد شيء اللي يعني كهرباهم يعني ماكو، كل شيء هسه عندنا توقف يعني بسبب هاي مرض كورونا، وحركه ماكو يعني ومو بس هنا يعني كل العراق. والله انا بقلبي انه اطلب من رئاسه الوزراء مصطفى الكاظمي يعني يرجعونا يعوضونا بيوتنا يدعمونا الناس الفقراء والمساكين ويهيئونا اسباب حتى لو نص قيمة ربع قيمة يعني حتى احنا نرجع لديارنا وارضنا ونستقر هناك ابو، وهدفنا غايتنا انه نرجع ومؤمنين يعني على انفسنا وعلى ويوفرونا فد شيء يعني حتى لو ربع بالمية. بس المسألة هي سد المدارس على مود هذا مرض كورونا يعني سد المدارس، والله يحضرون ابتدائية متوسطة كلهم يحضرون ويروحون، بس سدوا المدارس على مود مرض كورونا حتى ما يصير اختلاط ويصير مرض ينتشر. معاناة العامة بالبلد كلها هي معاناة قوية جدا يعني بكل البلد يعني بالاخص العراق يعني. تشوف انت هسه تشوف لا كهرباء لا مي بالنسبة لمناطقنا الجنوبية، لا دايصلهم مي ولا كهرباء، عندهم هسه موجود حتى مظاهرات بالتلفزيون شتبوا عليها، وهي معاناة العراق معاناة صعبة جدا يعني ماكو شيء متوفر لهم نهائيا. والله المسألة الأولى نحتاج انه نرجع لديارنا ونستقر، هذه كمسألة أولى يعني نرجع لديارنا ويصير استقرار عندك وتخلص من الضمن احنا بيها سبب المخيمات يعني. ايه هذا نتمناه من دولتنا ومن منظماتنا انه نرجع لديارنا ونستقر هناك استقرار نهائي يعني. والله احنا نحب احنا ما ريشي بس يفتحون المستوصف على مود الأطفال والنساء على مود الرجال الشيوخ. اسمي عوس حميد، صار لي نازحة تقريبا من عام 2014، ما كنت ساكن بعد المخيم، كنت قديم مخيم بكركوك ورا ما صارت احداث هاي بالعام 2017 تقريبا نزحت مره ثانيه رجعنا هنا لهذا المخيم. والله احداث صارت اشتباكات بين المسلحين داعش وبين القوات الامنيه، فالحين نزحنا من ناحيه على اتجاه الشط او ما شابه منطقه اسمها عندنا نسمي الشط عبرنا منها احنا للحويجه
من الحوجه افترينا على بزيبز وعلى بغداد وعبرنا كركوك، قعدنا مخيم كركوك. والله الوضع هناك الامني تقريبا هسه ماتين مو مستقر 100 100، وبعدين البيوت كلياتها واقعه. اذا ترجع انت هنا الامكانيه ضعيفه، شغل ضعيف، يعني ترجع بالعكس رايد لك شيء بالقليله يعني 13 مليون 14 مليون حتى تقدر ترفع بيتك. وراح ترجع وهماتين اكو اجراءات امنيه وهماتين دفعه، يعني شلون ضريبه وما ضريبه ما شابه، هماتين رايد لك مبلغ من للباجات ما باجات ما اعرف شنو، يعني كلفك المهم 16 مليون وانت ما عندك هنا امكانيه ضعيفه. وهنا بالشارع النفر يعطونا 12 ألف، كان يعطونا مواد تغذيه حولوها صارت شلون يعني عباره عن كي كارد او سيم كارد، يقول لك على النفر يعطونا عليه 12 ألف، 12 ألف راح اجيب بهم طحين لو تم لو راح اجمعها اقوم اضم عمود ارجع به للمنطقه. لان انا كنت قبل طالب مدرسه واخوتي كلياتهم طالب مدرسه وهم ما تنفلحين وامرنا عاد الحمد لله والشكر، بس ورا ما تهجرنا بعدنا كلياتنا كنا ست قلت طالب متقاعد، يعني كلياتنا عفنا دراسه كنا نشتغل، يعني ما اقدر تكمل دراستك وتدري مصارف مالتنا دراسه تصرف هوايه، كنا ندرس من يشتغل حمد، قمنا اتجهنا للعماله وتركنا الدراسه، يعني الوضع ما يساعد مو مال الدراسه بهالوقت هذا. وكنا كنا يعني مرحله ثانويه اللي احنا اللي بطلنا تقريبا 4 أو 3 مرحله ثانويه، بس اشتغلنا عماله شو نسوي مجبورين، ومعاناه المراه مو مثل معاناه الرجل، يعني الرجل يقدر يطلع حريته مطلقه، انما انا مخيم مجبوره تبقى بس داخل الكرفان. وبعد تعرف شو اللي اكثرتهم مناطق ريفيه، والمراه المناطق الريفيه المراه مو يعني مثل الولايه تقدر تطلع ما تطلع، لا هنا كنا قبل بالبيت تقدر يعني قاعتك تفتر، بس هسه قفل بس بالكرفان. والله اذا اقول لك ماكو احسن شيء من رجع لمنطقتك، بس انه اذا صعب المنال قول يعني شويه توفر لنا مساعدات للمخيمات. ولو المنطقه صحيح المنطقه بس انت ما قدرت ترجع مجبور هسه، انا لازم هنا راحه شويه لك نفسيتك عيالك مساعدات، يعني ما دمنا الحكومه بس هسه عندك منظمه قنديل جاءت تصرف لك مالت الكيكارد او السنكرت، والبغيه المولده على حسابك، مولده ولدها شو قدامك، مولده كبيره كلش ومصروفها على الاهالي، والاهالي بدنا نشوف 12 ألف بالشهر يعطونهم، والمعين الله يطلع لو يشتغل. والله العظيم انا بالعيد الاضحى العيد مال رمضان لحدها طلعت مره واحده اشتغلت ب 15 ألف، هاي من العيد لحدها صار تقريبا راح يجي العيد الاضحى ب 15 ألف مره واحده طلعت الله شاهد. تعال يقول لك المولده وين، الهاي وين، المصرف وين، والسله الغذائيه ما يدفعونها، والمبلغ اللي يعطوك اياه مقابل الغذائيه قليله، والحكومه لا تبالي. صار لنا 7 سنوات هنا النازحين جرف الصخر، ووضعنا تعبان يعني كرفانات حارة، وأي دعم حكومي ما عندنا، أي دعم حكومي ما عندنا، منظمات قامت ما تجي، إذا يجيبوننا وزارة الهجرة يجيبوننا سلة غذائية، السلة غذائية نصها اكسباير، الحاجة الرديئة يجيبوننا إياها. ووضعنا تعبان، احنا نريد نرجع لمناطقنا او على اطفال والابرياء، شو نسوي؟ طلعنا بعوائلنا يعني بالملابس طلعنا، هاي صار من 2014 شهر الثالث احنا طلعنا، شهر من 2014 شهر الثالث ولحد الان اي حكومه ما تقدر تدخل جرف الصخر، اي حكومه هي منطقه عسكريه جرف الصخر لحد الان. اي نعم، يعني الدوله ما مسيطره عليها، الدوله ما تقدر تتخذ قرار جريء وترجع نازحين جرف الصخر. أفلام تعرف هاي الجماعات المسلحة عدة مسمياتها، يعني ضغط علينا ويعني على المواطن لا تقدر تعيش، احنا نريد عايش كريم وريد أمان، ما نريد شيء، نريد الحكومة هي وأحزابها تتركنا بحالنا. نعم أنا عندي خالي بالتحرير مال جرف الصخر، هو شايب أخذوه لحد الآن ما نعرف عنه وين، أو لا دخل بجماعات مسلحة ولا دخل بأحزاب ولا أبد، عنده حلال غنم وعنده هوش، بقى يمه ببيته يفجر، إذا يطلع من البيت يتفخخ ويتفجر البيت. والله نوصل صوتنا، أول شيء وصل صوتنا للخيرين، لأهل الإنسانية بكل العالم.
انه احنا عوفنا عراقيين وعوفنا عرب، احنا ناس ونريد خدمتهم الانسانيه يرجعونا لمناطقنا، المسيء لا يرجعونا، ونريد دعم مالي لهاي العوائل تعبانه. هاي العوائل يعني 5000 ما تلقى عنده شغل، ما نقدر نطلع نشتغل، تعرف هاي وضع كورونا ما كورونا. والله معاناة النساء أول شيء مخنوقة يعني متضايقة، إحنا الرجال نطلع نسوي بس النساء ما تقدر تطلع. نريد شوية من أول شيء من إدارة المخيم يساعدونا بهذا الأمر، أكو مرضى عندنا اللي عنده عجز كلوي، اللي عنده يريد علاج ببغداد، نريد استثناءات. هاي شغلة كورونا نريد استثناءات، يعني استثناءات حتى الدول، كل الدول تنطي استثناءات للحالات الطارئة. احنا هسه اذا تروح لبغداد ما تقدر ترجع، اذا تروح خارج الاقليم ما تقدر ترجع. احنا نريد يساعدونا بهذا الامر، ونريد مساعدات المنظمات. مستشفى نريد يفتحون لنا مستشفى، مستشفى ما عندنا. يعني قياس ضغط، قياس السكر، ربو مثلا، عاصفه ترابيه نحتاج اكسجين. يعني زحمه نروح للكلر. اي نعم، مدرسه قبل اكو، مكتب اكو، بس نعاني من نقص المحاضرين، من نقص الكادر. اي نعم نعم، ما عندنا غير اثنين احنا على الملاك، والباقي كله تبرع من الناس. تقريبا 1000 نسمه موجوده هنا. اي اكو ناس يعني تبرع، هم بالمدرسه تبرع، يعني هم ما عندهم عنده شهاده سادس اعدادي، بس هو الحكومه ما جات تنطيهم تعيين على الملاك الدائم. فناس عندها ارزاق وعندها. احنا نطلب يعني نشوفون هذا المخيم من الحكومه العراقيه، من السيد رئيس الوزراء، من حكومه كردستان، يشوفون هذا المخيم يعني كانه ما من عندهم. اسبابها اول شيء مكتظ بالسكان، هو مخيم مكتظ، يعني امراض دعم ماكو، الناس ما عندها فلوس تروح تعالج جنب الدكتور. هذا كثره الامراض، واكثر الاكثريه هسه يعانون من مرض الكلى، الفشل الكلوي. فشل كلوي يعني بكثرة. والله صورة عامة هسه احنا قلة الدعم للمنظمات وقلة الدعم للحكومة. حكومة ابد، احنا نوابنا او رئيس مجلس محافظة او محافظ بابل، ابد ما يوم جي صار 7 سنوات ولا شفنا نائب من محافظة بابل جي زارنا لهنا. 7 سنوات صار. كم دورة برلمانية، كم دورة بالمحافظة تبدلوا، ابد ما شفناه. ولا قالوا عندنا ناس وعندنا شعب هنا ساكنين بالمخيمات. والله نحتاج نرتاح، نرجع لبيوتنا، نرجع المناطق. احنا نهجس نفسنا غريب هنا، تهجس لو وين ما تروح تهجس. هسه انا اروح اسكن بالفلوجه غريب، اسكن بالرمادي غريب، انا احس بنفسي غريب، الناس ما تقصر. نازح صار لي 6 سنوات، معاناتنا بالمخيمات شغل ماكو، يطلبون من عندنا الرجوع والفصول، كثيرة صارت موالمة علينا. تعرف شغلتنا صارت كبيرة، يعني يقول لك ما ترجع إذا ما تبع فصول، واني قاعد بشوف هاي شوبة عينك بالمخيم، كورونا وماكو طلعة خلاص منه، يعني يقول لك أخاف تصاب بكورونا ما طلع، واني مبلغ اللي يريده ما عندي مال الرجوع، ودورون الفصول ما عندنا. حاليا نحن حالتنا بالنازحين في المخيمات سيئة، مو تقول مثل سليمانية، أنا قاعد في مخيم كلر، يعني مخيم كلر يعني لا بي شغل، لازم لو تروح العلوة لو ما تروح، لو تحصل بالعلوة لو ما تحصل، كثرة البعد الطريق للعلوة صعب. والله جينا عن طريق كركوك على الحويجية، كركوك وليلان، وحاليا سكننا هنا. والله قبل معاناتنا هي ما عندنا معاناة، قبل كنا مرتاحين ببيوتنا، وتعرف كل من قاعه وبيته وماكو معاناة، بس هنا معاناتنا هي أكثريتها. هسه شوف الحر الدرجة 50، يعني وصعب الكرفونات بالحر صير حارة، وبالبرد صير علينا باردة، يعني صعبة علينا. أهم شيء نحن نطالب من الحكومة أن ترجعنا وتدعمنا بالمبالغ التفليش بيوتنا، ونريد نحن الرجوع للمنازل. هناك رجل مكلف بهذه الشغلة، هو الرجل الملقب أبو فاطمة من عشيرة بني تميم البحشمة، ما دق على صدره وقال أني أكون ممثل على العشيرة مالتنا على الرجوع مالنا. حاليا هسه هو مضايق، يعني تقول يريد يرجعنا مضايق، يعني أكذب بعض الناس يعني ما تريد يرجعنا، يعني تريد تأخذها إلها المنصب، هو ماكو منصب،
احكيها للحكومه، يعني معاناتنا صارت صعبه، نحن النازحين صعبه حيل، فتره الحار حار علينا والبرد بارد علينا، يعني ما توصف، اشغال ماكو، رجوع نريد نرجع لبيوتنا، يعني صعبه صارت الرجعه علينا. والله هي تعرف المره شني محبوسه بالمخيم، لا تطلع لها هيك معاناتها، هي تريد ترجع تفلح، يعني مره تطلع، يعني هسه محبوسه بالكهربون ما تقدر تطلع، بس المرض شو اسمه سكر وضغط وامراض هاي المزمنه بالمخيمات. المستشفى ماكو، المستشفى لازم تروح الكلر، اذا عندنا مريض مخطر لازم يموت اللي يصل الكلر، لاكو اسعاف، لاكو كل شيء، ماكو الموارد الطبيه، ماكو بمخيم تازدي كلر. والله اشياء كثيره نحن نحتاج، اولا نحتاج المستشفى ونحتاج الراحه، ان ندور شغل، نحن من المخيم هذا مالنا ما بي شغل، لازم لا تروح للعلوه ماكو شغل، المستشفى لاكو اسعاف، لاكو اطباء، لاكو بها مراجعين، يا ماكو كل شيء بها المستشفى، يعني فارغ هسه مقفوله وماكو حد بها. قبل كنت اعيش على نفس ما قلت لك على الكلر، نروح نشتغل علوه، كنا فلاحين مرتاحين والحمد لله، بيتك ملكك يا عاك تفلح بيها. هسه وقتي وين؟ محبوس، شلون هسه محبوس انا بكرفونه، ماكو لا شغله ولا عامله وقاعد هسه حالي. المعاناه العام والله استاذ، معاناتنا العامه هي صارت هسه هذا على قول مرض كورونا، الوباء، الوباء ان قالوا عليكم وباء محبوسين، وفرونا وفرونا المونه، وفرونا المساعده، يعني سله غذائيه، شيء بالمخيمات، محبوسين هسه لا ظل عندنا مصرف ولا ظل عندنا شيء نصرف فيه على انفسنا. هسه الحكومه يقولون لا تطلعون من بيوتكم، انا ما طالع من بيتي بس اريد لي شيء تدعمني به، يعني بزعنا والله ملينا، حتى وباء كورونا يصير بينا من وراء المحبس، من الرطوبه، من المخيمات، بزعنا ان احنا نريد نرجع الساد، نحن معاناتنا اهم شيء الرجوع على بيوتنا، يعني اذا تريد ما يصير بينا كورونا رجع لبيوتنا. هو حاليا الحمد لله والشكر يقول يا يمشي به، بس اطلب منه طلب يعني يفض شغلتنا بسرعه، يعني نحن محبوسين بهالكرفونات فتره، هاي احترق الكرفونات، والله شغلتنا يم الحكومه، الحكومة إذا سهل أمرنا نرجع، وإذا ما سهلت أمرنا ما دائرة النبال ما نرجع، يعني لاكو مبلغ معين لخاطر نفض نفسنا به ونرجع، ولا عدنا معيشة نعيش هنا بالمخيمات. حاليا هسه وين نعيش نحن؟ عايشين بالمخيمات، المخيمات ما بيها شيء، صارت المخيمات خنقة، وعلى موت هاي كورونا حبسونا، كورونا استاد والله مصيبتها مصيبة. أنا نازح من محافظة صلاح الدين من يثرب، صار لي من 8 شهر 8 2015 أنا بهذا المخيم، والله صارت معارك الحشد والدواعش وإحنا طلعنا، يعني معاناة قبل معاناة قبل، إحنا بالنسبة لنا ما كنا عندنا معاناة بمناطقنا، مناطقنا كنا متونسين، لكن من جاء داعش احتل المناطق صارت خربطة وعشنا مأساة، حصلونا طوغونا 6 أشهر ما خلونا نطلع، إلى أن جاء الحشد صارت معارك، ما عندنا منفذ غير الشط، عبرنا وجينا. والله إحنا صار لنا فترة بهذا المخيم ونعاني هواية نعاني، أولاً فاقدين مناطقنا، هسه منطقتك إذا ترجع لها يريدون منك 500 ألف، بيت مفلش، لازم ويا المعاملات ويا الهاي 1.25 مليون، إحنا هنا يلا مدبرين العيشة، راتب ماكو، وهذا وضع المخيم اللي يشوفه، عايشين على 11 ألف كل شهر، على سيم كرت يدفعون للنفر 11 ألف، هسه إذا يروح أي طفل لسه تنطيه 11 ألف ما يرضى بيها، ما تكفيه، وسلة غذائية كل شهرين 3 أشهر يذكروننا بسلة غذائية، كانت السلة الغذائية كانت زيادة، كان النفر ينطونا 2، هسه سووها سلة، والله معاناته هواية بهذا المخيم، والله نسوان سجن. يعني باعتبار هي هسه هم محتقل، يعني المرأة ما تطلع، ما عندها يعني ايش عندها شغل؟ أنا أقدر أروح أشتغل عمالة، أقدر أروح أطلع على الشارع، هن هاي 24 ساعة بهذا الكرفان، يعني باعتبار سجن. هاي بسبب كورونا منعوا المدارس، حتى الجامع، هذا الجامع منعوه، هسه ما حد يطب للجامع يصلي، ولا المدارس سدوها بسبب كورونا، وهاي جهالنا هنا.
مو بس امراض، حتى اكو حيايه هنا، هاي الحيه اللي تعرفها. هاي ذاك اليوم كنت انا وحده هنا. هذا المخيم مهمول. هذا المخيم من دون المخيمات هو المخيم الوحيد المهمول. ماكو مراقبه عليه. يعني هسه احنا هذا مولد مشتغل، احنا اللي مشغلينه. لو ما احنا ما يشتغل هذا المولد زين، ما حد يعني ما حد ساعدنا بغاز، ما حد ما منظمه او جهه قالت يابا هذول ناس مضررين ناخذ لهم غاز، نعطيهم غاز حتى يشغلون هذا المولد. مهمول هذا المخيم، مش ما تقول عليه مهمول مهمول. احنا هنا اكثر شيء نحتاجه هسه الجو حار. بس هذا المولد نحتاج اذا اكو منظمه واذا اكو واحد باي مكان يقول اني عندي غيره على هذا المخيم يساعدنا بالغاز. لان جاي يجمعون من الناس، اكو ناس عندها، اكو ناس ينطي فلوس، واكو ناس ما عندها. يعني 10,000 يعني يلا مدبر عيشته ال 10,000، وهسه حاليا شغل ماكو. اللي كان يشتغل عامل هسه قاعد بسبب كورونا ما يروح على الشغل. يعني ما يقدر يدبر ال 10,000. اكثر شيء محتاجينه هذا المولد، وعندنا هذا الميلو تجون تفحصون المبردات. يعني مكرم السامع حتى الحيوان ما يشرب هذا المي، ملح خلاص املح. هسه اللي عنده فلوس والله جاب فلتر وحطه يصفي مي يشرب، واللي ما عنده والله يشرب مي حاله مثل مكرم السامع مثل الحيوان يشرب مي، لان هذا المي ما ينشرب. شوف المبردات، خلي اي واحد يشوف هاي المبردات. واكثر شيء نحتاجه هو المولد. والمولد اكو ناس والله عندها تدفع، يقول لك انا ادفع، واكو ناس والله ما عندها يدفع خلاص. لان هذا المولد اريد بس اذا اكو ناس تقدر تساعد ساعدنا بالغاز. احنا هسه نكون ممنونين. هو ليش هسه يعرضني المخاطر انا اروح الكلر وكلر بها امراض، او اني بيا مرض وانقل الكلر؟ هذا مستوصف يفتح لي. يعني احنا هسه عندنا اذا عندنا حاله خطره بالليل لو يلاحق يصير كلر لو ما يحصل. هذا مستوصف عندنا موجود، وما حد يعني ما حد، انا قاعد اقول لك ما حد داير بال هذا المخيم. هذا ما بي اي خدمات، ما بي. يعني هسه اذا يسولفوا لك بغير مكان يقول لك بي خدمات، كذب، ما بي خدمات. هذا المخيم ما بي خدمات. شنو الخدمات مالته؟ بلديه؟ هاي البلديه بس جاي تجي على هذا المخيم. شنو خليه يقول لي شنو 11,000 ينطيني؟ 11,000 انطيها الجار، خليه يروح هسه للسوق، اذا كفلنا شنو يريد انطيه؟ 11,000 جاي ينطيني على السيم كارت. يعني النفرين اللي هم 22,000، يعني 22,000 يكفلنا شهر كامل؟ واني 15 نفر ينطيني 260، 260 اذا اريد احطهن، اذا اريد اصرفهن على عيالي ما يكفيني ثلاث ايام. نزحنا تقريبا من 2014، يعني دخلنا هنا المخيم 2015. ايه وضعنا عايشين هناك، يعني قبل كنا عايشين ناس احنا فلح. ايه فالحين فجيه داعش، تدري التداعش جيه، طب ما خلص حرق بساتين وهدموا بيوتنا، فنزحنا هنا للاقليم. والله تهجرنا، كنا قاعد احنا بمناطقنا مستقرين ووضعنا زين وبساتين عندنا، ويعني ناس عايشه حياه طبيعيه حلوه. جي داعش، تنظيم داعش الارهابي، من طب علينا داعش خرب. انت يعني بعد ما لك وضع، لا تقدر تروح تشتغل، لا تقدر يعني اي شغله ما تقدر تسويها، تخاف. سيطروا على 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 الزراعه وعلى كل الامور، خلونا يعني ما نقدر كل شيء نسوي. فاضطرينا انه نهاجر، انه يعني نطلع من المنطقه، نجي ننزح. فاقرب مكان يعني واحسن مكان امن هو اقليم كردستان، جينا عليه، يعني خوش مكان ومخيمات فتحوا لنا، كنا عايشين وفالحين. و ابو الزراعه وابو اللي يشتغل مثل عنده محلات، هل عنده شيء، عنده سياره، وضع زين، ماكو اي معاناه. بس من طب داعش الارهابي طب علينا دمر، وضع صار مو زين. ولا قبل 2014 امورنا حيل زينه. انا عايش، انا من الناس، انا فلاح، عايش عندي بستان عنب وخير من الله. يعني ماكو اي معاناه، بس من صار التهجير ولا صار معاناه يعني هوايه. يعني هسه حاليا والله هسه حاليا يعني المستشفى حاليا ما عندنا، يعني مستشفى هذا اول شيء، مستشفى كهرباء تقريبا يعني زينه، يعني مولد يعني على حسابنا احنا جايين ندفع وشغلناه المولد يعني، ومي تقريبا هم زين. بس المساعدات قليله، انا اقول لك شويه يعني المساعدات، يعني هسه الغذائيه الكذا، المنح قليله، المنح اللي ينطوا للناس احنا هسه قليله، مو منح يعني مثل واحد يقدر يعيش بيها وكذا. والله النسوان بالبيت صراحه انعضاجات،
يعني وضعها يعني يقول لك احنا يعني حالته النفسيه تعبانه، يقول ما يطلع يعني قاعد 24 ساعه بالداخل الكرفانات، فاعتيادي يريد ان وضع الوضع هو هسه حاليا الوضع كله مو زين منها كارون يعني هالمرض العالم ما قدرت تطلع حاليا يعني فد شيء يعني شويه صعب. احنا نقدر نطلع هسه نمشي نفطر بالمخيم بس النسوان لا والله يعني ضالات قاعدات بالبيت ما يطلعن. والله ماكو هسه يعني زين متعايشين هنا بالمخيم. في ناس متعايشه ناس زين ماكو فد شيء. يعني متعايشين ناس يعني تصادقنا ويعني الناس قامت تعرف ناس وماكو اي معاناه يعني بيناتنا زين وضعنا. والله الاطفال من جاء هاي المرض مال كورونا الناس بطلت تخاف. فقعدوا بالبيت يعني ذاكرون انه يقرا بعض مرات ما يقرا يروح يلعب. كوادر ماكو هنا كوادر، كانوا يعني كوادر يعني شلون مثلا يعني هم منع على 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 حسابهم. يعني شلون مثلا يقول تطويع من عنده هو يقول لك انا يعني يسوي يدرس. كوادر ماكو. من صار يعني ما بعد الكوادر قلت. لان يعني ماكو فرواتب ينطونهم حتى يجي يشتغل. فاعتياده هو يجي يقول لك انا فزعه فافزع لك انه انا مساعده من عندي. فالناس يعني كوادر قلت وتدريس يعني ضعيف حيل. والمره تدري انت بعد قطعوا المدارس والله بمناطقنا مرتاحين اذا ينطونا تعويض مثلا تعويضات هسه مثلا الحكومه تعطينا تعويضات وتقول لنا يا برجعوا على مناطقكم. هذا احسن شيء لنا، اول شيء نروح نعمر بيوتنا مثلا نقعد نستقر يعني بمكاننا استقرار. يعني خلينا نظل انت قبل هنا عايش مثلا بالمخيمات لازم ترجع وتستقر. فنطالب من الحكومه مثلا انه ينطونا تعويض. اهم شو هو التعويض؟ الحكومه عوضتك انت تقدر تعيش وين ما كان، تقعد بمنطقتك تقعد تعمر بيتك تشتغل، فاذا ماكو يعني تعويضات ما تقدر تشتغل. يعني نطلب من الحكومه ومن يعني مساعدات اكثر شيء التعويض. وصار لي هاي 7 سنين انا هنا، جيت بكركوك مخيم ليلان ورجعت جيت لهذا المخيم. وهسه مدي ارجع لبيتي والهاي اغراضي كلها اخذوها وبيتي هجموها هجيب وما عندي فلوس ادفع، يردون من عندي 500 او 10 زين، وانا ما عندي وعندي ابني معوق زرعت له كله وتوفى هم ما شفته. توفى وراح يم اهلي مات بالحله. زين وما عندي انا هسه حالتي ضعيفه وعندي عيال، احنا 3 عوائل هسه وما عندنا حالتنا ضعيفه ومدنا نرجع لبيتنا والهاي، بس هنا المشكله ما عندنا اي شيء. المعاناه تعانينا يبو جابونا على مناطق اللي بعيده حيل قمنا نمشي بيها وما ادري وين ودونا. ورجعنا اجينا الكركوك. وجينا النوب اجينا لي هنا، وهاي صار لنا 7 سنين احنا هنا معقوطين. يعني شنو هو هذا شنو مصيرنا احنا؟ ما نريد واحد يروح لبيته يرتاح، يجي يعيش مثل العالم، يعني شنو هو مصيرنا هذا؟ حالتنا كلها زفت بزفت. بس صحيح عندنا غذائيه وعندنا فراغ هاي، بس ما مرتاحين مثل بيتك مثل المخيم. يردون فلوس من عندنا. يردون فلوس. يردون 1.5 مليون يعني مالاتنا احنا. من عدل 30,000 الفوقانيات وكراوي السيارة وحسيب وهاي والطريق بعيد الصلاح الدين، وإحنا ما عدنا حالتنا ضعيفة. أنا كنت قاعدة قبل بغداد وحماية باع بيتي وهجرني وجيت للعرب وصلاح الدين نزلت، وابني توفى هم بالحلة يم أهلي، وأنا من الحلة وما عندي يعني فد مرة معاناتي. وهسه أنا حالتي ضعيفة حيل، يعني حالتي ضعيفة والله. مدنا نرجع لبيوتنا ونريد هاي ونرجع ونرتاح ببيوتنا، حتى لو يعني شنو بعد؟ لا هنا اكو طبيب، لا اكو شيء، انا مره امراض كلها مزمنه عندي، عندي صرع وعندي ضغط وعندي كل شيء تيده عندي، وانا ما عندي امكانيه اشتري الدواء مالتي، يعني الباكيت اغلى ب 5000 ومستوصف كل شيء ما يبي، لا يعطونا دواء ولا كل شيء شالوه اللغه المستوصف. المستشفى اللي لغت هماتيا اللي بكلر كله أشتري من الصيدلية، والمدرسة اللي لغت، وهم عندي بنتي من المتوسطة هم يتيمة لا لها أم ولا أب، يتيمة بتبتي أبوها كلكلو الأمريكان وراح بالجيش، وهسه بالمتوسطة والله وقاعدة يعني راح مستقبلها كله، كلها مضايقة. مو بس أنا، كل هذا اللي قاعدين بالمخيم كلها مضايقة، يعني من كل شيء مضايقة. كل من يقول يا بيتي يا غراضي يا هيجي يا يريد يروح يرتاح، يعني مخيم هسه مثل مال المولد اخذوا من عندنا فلوس المولد، احنا ما عندنا فلوس نمطي، كل شهر يردون من عندنا 15,000 احنا ما عندنا، يوم كل شهر 15,000 ما عندنا، لان ولدي مو شغالين حتى دا امطي، والله بيتي حتى البيتونه واقعه، والله البيتونه والله حتى البيتونه مالتي هناك وقعوها
ويعني اغراض كلها باقوها، بيتي لعبوا بي طوبه، ما خلوا لي اي شيء اللي اريده انا ببيتي. اريد مساعدات من عندهم، ينطوني اي شيء اقدر اروح لبيتي ارجع، اريد مصرف للبيت الي، يعني اذا اروح ما اريد لفد كم فلس اروح بها بالسياره، اروح بها يعني شلون. نازحين محافظة بابل صار تقريبا 6 سنوات من 2014. اجينا للسليماني هنا، اجينا اول شيء بصمة سكنة، بعدين طلعونا هنا للمخيم مال تازدية كلان، خارج كلان. والله هل يشوف عند المعاناة شوي قلة الكهرباء، موجودة الكهرباء قليلة، الكهرباء اولا، ثانيا الشغل واقف بسبب الوباء مال كورونا تعرف انت، فلازم واحد يشوف صورة حل الشغل. فشي ثاني نلقاه واحد يمشي عيشته، لأن الشغل واقف، كان بالعلوة احنا شغلنا، هسه هو شغل ماكو بالعلوة ما بقى. والله داعش اجى المنطقة اخذها، وبعدين اجى تحررت من الجيش بال 2014، ما خلونا ما انطونا امر عودة لحد الان. والله هناك الوضع زين يعني ماشي، صح كهربائية تعرف انت العراق عامة كهرباء مالته مو شي، الشغل ماله هو الشغل تعبان واقف حاليا، فنتمنى يوفرون فرص عمل. والله مع النسوان هو المخيم عامة، أنا أقول لك ما أحكي لك يعني النسوان أو زلم، هو مخيم عامة نقص كهرباء عندك، خدمات تعرف أنت ماكو، كهرباء قليلة يعني إلا مولد من هنا ندفع المولدات، شغل هي فرص شوية العمل ماكو، شغل ماكو، هاي الشغل شوية اللي موقف عمل ماكو حاليا. فقلنا على المدرسة، احنا كنا هناك ندرس نتأمل إن نوصل ناخذ شهادتك، هنا جينا ماكو لا مدرسة اكو لا صحة، هنا أنا مستوصف سادينة، بس المدرسة حاليا سدوها نهائيا بسبب هم كورونا وهم عنزوها، مدارس هنا مال عرب ماكو موجودة، هاي هنا هسه سادينة الإعدادية بس ابتدائية موجودة. فنطالب من المنظمات ومن الناس اللي الخيرة انه تجي ساعة تلطف بحال هالعالم، هاي اللي محتاجة هواي ناس والله محتاجة، صحة هنا ماكو مستوصف، فتحوه تقريبا سنة وهسه سادينة ماكو مستوصف، لازم كلها اخصائي تراجع وشو هو الشغل تعرف انت واقف حاليا. فنتمنى من عندكم توصلون صوتنا انه اللي يقدر يساعد انه يتبع العالم الفقر. مستشفى حاليا ماكو، سادين نهاية ضاربين قفل ومخلين الحارس بيه، هذا هو كان مستشفى موجود، منظمات من الخارج موجوده، منظمات ما صحه مشت، المنظمات ما صحه خلاص عقد مالها، هسه حاليا سادين ماكو مستشفى، لازم منها تروح كلها اخصائي، تروح ترجع لاخصائي. احنا نبي لازم واحد يوفر لك شيء يعني انت ترتاح به كشيء صراحه لك، للشباب الكبار اطفال يعني كلها قاضين هي هنا، بس اللي تعرف لازم واحد يوفر فشيء، اي شيء كان حديقه او فشيء لهالشباب، هاي تقضي راحتها بيه، تقضي وقت مالها بيه، يعني قاضين هي كلها بس هالكرفانات وهذا. والله تعرف الكهرباء اولا، ثانيا واحد يعني موجود مناطق مساحات بالمخيم فارغه، فيسوونها مثل مشتل او فتشي الشباب ترتاح به، كحديقه ملعب مال طوبه لهالشباب هاي تقضي وقتها به، يعني ماكو هي غير هاي. ثانيا قلت لك على المستوصف، المستوصف سادينا نهائيا ماكو مستوصف، فتحوه تقريبا سنه هيك وسدوها تمام. احنا نريد اول اللي رادينا هي العوده مالتنا لمناطقنا، هاي الشيء الاول للاخير. ثاني شيء الكهرباء ولا ضعيفه يعني تتاخر، يلا تجي بالليل تقطعها من الاربع الفجر، يعني كهرباء ماكو، نتمنى من عندهم انه يصلحون هالشيء يعدلونه، هواي والله شغلات موجوده. قلت لك المدارس ماكو، الشباب كلها قاعده هسه لا مدارس لا بد، مستشفى ماكو هنا، فنتمنى من عندهم انه ينتبهون علينا ويشاهدون معاناتنا.